عندهم ناس زمالك منظرة، شمال عندهم ناس زمالك عشان خاطر الجمهور، لكن الحقيقة غير كده. الحقيقة إن مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقد مع لعيبة بما فيهم كفاية، إن هما تخليهم إن هما خلاص إحنا مش محتاجين شكاوى، فده أكبر دليل إن المستشار المعتبر ومجلس الإدارة الكامل فعلا رجعوا شكاوى عشان يعملوها في الأول. لكن الأهم من كده زي المستشار المعتبر اليوم إن كان لازم يبقى في مكان شكاوى يلعب فيه. ومفيش مكان أفضل في مصر إن شكاوى يلعب فيه غير نادي الزمالك زي نادي الإسماعيلي، وهو حضراتكم إيه؟ طول عمري بسمع ان الاسماعيلي بيحبوا الزمالك، وطول عمري بسمع ان الاسماعيلي لو ما خدش الدوري ما بيبقاش زعلان لما الزمالك ياخده. ما لمستش ده فعلا الا لما رحت الاسماعيلي، ومدى الحب اللي الاسماعيليه كلهم لنادي الزمالك. مش عايز اقول لحضراتكم ان الاسماعيليه بيحبوا الزمالك ازاي. انا كنت متواجد في الاسماعيليه ان يوم الزمالك كان في الدوري، يعني مش عايز اقول لكم الناس كانت فرحانه زيهم زي الزمالكاويه بالظبط. عندهم لو الاسماعيلي ما خدش الدوري مش مشكله، الزمالك ياخد الدوري، الكوره هتاخد الدوري، وده فعلا اللي ماسكه